امشي قدامي امشي قدامي لا طيح حظك. ها حجي ايش بيك الصيح يا ستار؟ اقول لك سيدي ارد اشتكي على البنغلاديشية، طلعت ولد مو بنية. شلون طلعت ولد بالله؟ هاك شوف تفضل هذا ولد. وقف سيدي، انا ارد اشتكي على رجلي هذا اليمك. شكوش بيك حجي على من تشتكين علي؟ اريد اعرف شلون عرف الخدامة ولد مو بنية. ايش رد اللي قفت ولد شو ما لحقي اجت خالته وبنها لارعن دهار فرهم وش عندهم وجونه ولد شو ما طرقاعه ابنها صاع سياره القزقز دهار فرك ولك شنو القزقز يتبزز بيهم يعني؟ السلام عليكم اختي. هلا 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 بيتخيا كل الهلا تفضلي جوا. السلام عليكم زغلول شلونك حبيبي؟ اسمعني من الاخر عيني، لا حبيبك ولا هاي السياره من جبتها مين لك فلوس انت فقر. ها شنو خيا شنو ابنك يحسد ابني؟ عيني احنا ما نحسد صدق، منين جبت فلوس السياره؟ انت كنت تاكل الخبز وبصل. عيني انا اشتغل على الانترنت ولو تموت ما اقول لك. ما تقول لي مو اصبري. اسمع ولك تقول لي لو بهاي الصوند اسوي جسمك ازرق. لا يا معوده شقوياك هسه اقول لك وش الدبس. شوفوا شلون اشتغل، تطبون على جوجل تكتبون حسين علي الاخبار العاجله وتدسون على هذا الموقع. انه بتطبون على هذا الفيديو اخرج مكتوب هنا كل سهل. اهلاوي راح اشرب ماي اجيب لك وياي؟ لا ماري شكرا زغلول. طبك حريشي انا راح اشرب. وين هذا الماي؟ يا يما انكسر القلاص. الله يطيح حافكم قلاص ما تعرفون تكظونه منو كسره. يما وداعتك عليه وكسره وراح شرد. ولك ما تستحي مو عيب عليك ايش كبرك تصير تكسر لك قلاص. اوه يما ليش علي هنا قاعد؟ لا انت الكسرته واسبوع كامل ما اعطيك مصرف. والله خطي عليوي. ماكو واحد يساعدني بالبيت. ها يما شو تكسرت القلاص ما حكيتي؟ اي طبعا كسره غير كله من وراك واقف فوق راسي يوم من على الوالدي. يما انا ايش علي؟ انشبك الخرا شهر كامل ما اعطيك مصرف.